نحن لا ندعو إلى دستور لا طائفي ولا حزبي ولا جهوي ولا وطني بالمفهوم سايكس بيكو، وإنما للأمة جمعا، وهو يعني أرضية للجميع. هذه من عملنا اللي أبرأنا به ذمته هذه الأيام، وقد أصبح الدستور معناها مستعجل الـ 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 معناها الإجراءات فيه مستعجلة وفق ترتيب غربي بطبيعة الحال، تعطل تعطل، والآن جاءت الأوامر وجاءت الزواجر من فوق، أصبح كل شيء سهل والناس الكل مستغربة عادي عادي. فالظرف هذا هبطنا للشارع وما خليناش من سوق إلا واتصلنا بالناس فيه في المقاهي، وتقريبا كما قال بعض الصحفيين الوحيد اللي قاعد يخدم شعبيا وميدانيا في الحالة الشعبية اليومية لوكوتيديان حزب التحرير، وهذا شرف لينا وليس معناها منا، باش نبينوا للناس ما الدستور. يا ناس الدستور مش أمر النخبة، راهو يهمكم، يحكي عليه التلميذ والعامل، ويحكي عليه البدوي والمدني سواء، لكن والأسف وقع اختطاف الوضعية باش تصبح بيد نخبة النخبة وأي نخبة، وهي تقرر مصير البلاد وفق عنوان توافقات مع من؟ توافقات جاءت في الظرفية السياسية الآتية اللي هي الإكراهات في الأحداث السياسية، وهذا رأينا. تمت في البلاد أحداث مصطنعة منها الإرهابية، ونأكدوا سيوصفنا التاريخ، بل هو الآن يؤكد هذا بكثير من القرائن، وستصبح أدلة أن الأحداث الإرهابية كانت مصطنعة لجهات سياسية لتدخل الحياة السياسية وتصبح متحكمة فيها، وقد كان ظرفية مصطنعة بنسبة رهيبة جدا، حتى يصبح الدستور يعني ملاف الأخر أعطيني سلامتي ومعاش حاشي معنا من الثورة، وتنحى تحسين الثورة كما كان مطروح بعد اغتيال تحذف، اتنحت مجموعة عناوين كان محاسبة وسواها في البارونات متاع الفساد والباطل وما يعلمه السياسيون والصحفيون أكيد. إذن ثم وضعية إكراه في السيرسان على الأرض، ثم استفراد بالمشهد توافقات بين من ومن؟ بين نكرات سياسية وإيديولوجية بمقياسها الانتخابي والشعبي صفر فاصل، بمقياس المكر 120 وزيادة، بالولاءات الأجنبية اللي اليوم البلاد أصبحت مرتع، كل واحد يتقوى بجهة سياسية أجنبية. الملكية العامة هي التي تتعلق بالنواحي التالية: كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلاد، المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول والسواحل هي ملكية عامة ولا يجوز أن توضع تحت أي إشراف آخر، الأشياء التي من طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار وسواها كلها ملكية عامة. هذه من المواد التي نتبنى. ثم المادة 156 نتحدى بالتفصيل، نقول تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل عنده ولا يوجد من يجب عليه نفقة، لا يوجد في عائلته أو في أهله من توجب عليه النفقة ليعول ذلك الشخص، تصبح المسؤولية للدولة مباشرة وعينية وحقيقية. وأختم بهذه المادة 164، توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجانا للجميع مجانا، وهذا بحكم شرعي له أدلته وليس مجرد دعاية انتخابية وإلا مجرد كلام يعني إنشائي. توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجانا للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية في ما يتبنى. إذن نحن أمام ما دستور بإحكام شرعية تتبنى مصالح الناس في منظومة الحق ومنظومة العدل، وهذا غير موجود في هذا الدستور الذي قدم إليه. واحد منهم ربما الصحفيين بعرف شنو فيه حرية الضمير وما إلى ذلك، هذه واحدة من مصائب كثيرة